يعني شو حلوة بده يصير أكتر من هيك يا عمي؟ شو بده يصير؟ ولادي وجوزي راحوا، شو بده يصير أكتر من هيك؟ جوزي اللي استني هديت بعدين قويت، اللي فتحنا الباب ركضنا هو ماسك ابني الصغير، أنا شفت قدامي بنت فكرتها بنتي، طلعت بنت الجارة، ولادي ضلوا بالبيت، ما وصلت على الدرج تحت قلبت فينا البناية، أنا من هون من تحت السقف تحتي، من فوق عم نادي سمعانة صوت أخواتي صوتي عم ينادولي، بس هن مو سمعاني إني أنا تحت، ضليت كم ساعة عيط 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 بعدين سكتت أشهدت آخر نفس واحد لحتى سمعني، فناديلي إخواتي طلعوني، بس أنا شايفة جوزي تحت السقف وفي ولاد جسس فوقي. في شو اسمه، في ولاد كتير فوقي كانوا، بعدين طلعني اخي، بعدين شو اسمه ما جابوا لي ابني، قالوا لي عايش تروحنت، ضل لي واحد تروحنت، رجع مستعبسني لامي ينادي اخواته، قدم راح اخذوا السبع صلاة الفجر قالوا مات. شو بده يصير أكتر من هيك يا أمي؟ شو بده يصير؟ ولادي وجوزي راحوا، شو بده يصير أكتر من هيك؟